تدرك الملف الصومالي بتداعياته الأمنية والسياسية بظلاله على الساحة الدولية، وانطلاقا من فهمنا لضرورة التغطية الشاملة للملفات الهامة، التقى فريق برنامج الألوان السبعة مع الدكتور سالم سعيد سالم عميد كلية الشريعة والقانون جامعة بونتلاند الصومالية على هامش مشاركته في مؤتمر الصومال الثاني بإسطنبول، حيث حدثنا عن واقع المؤتمر قائلا: طبعا المؤتمر هو أول من نوعه بالنسبة للصوماليين، مؤتمر جمع جميع مكونات الشعب الصومالي ولم يركز على السياسيين فقط كما كان ديدا المؤتمرات الأخرى. والواقع الآخر هو أن هذا المؤتمر تم إدارته من قبل حكومة شقيقة مسلمة، دولة تركيا العظيمة، وأعتقد بأن الصوماليون مسرورون جدا بهذا المؤتمر لأنه هو أول وقت يشعرون بأن هناك ظهير إسلامي يقف وراءهم بعدما كانت المشكلة الصومالية في أيدي القوة الأجنبية خاصة الدول المجاورة التي كانت مدعومة من الغرب وما كانت تعمل على مصلحة الصومالية. الدكتور سالم سعيد أطلعنا عن الواقع الصومالي خاصة بعد الهدوء النسبي الذي يشهده الصومال اليوم قائلا: طبعا الواقع الصومالي الآن ما زال يبشر بخير، الآن يبشر بخير لأنه القوة المدعومة بالحكومة بدأت تسيطر على العاصمة والحياة بدأت تعود على عادتها على تصيرتها الأولى في مقديشو، أقاليم كثيرة هادئة جدا، لكن في كل هذه التطورات هناك حاجة إلى مزيد من الجهود، وهناك كثير من الحروب ما زالت جارية في الجنوب الصومالي. وسألنا عميد كلية الشريعة والقانون عن أداء الحكومة الصومالية في ظل الضغوط عليها من الداخل والخارج فأفادنا: أعتقد بأن الحكومة أداؤها لم يكن كما متوقع، أداؤها كان ضعيف جدا، ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وإلى الظروف هناك كثير ممكن أن نقول بأنه أداؤها أيضا لا بأس به إذا نظرنا إلى الظروف المحيطة بها، لكن أداؤها كان ضعيف جدا، كان هناك فساد منتشر في أوصال الحكومة، كان هناك دائما ما أستطيع أن أقول احتكاكات في داخل الحكومة، طبعا كان الخلاف دائما يشب بين رئيس الوزراء والرئيس، وهذا ما كان يخيف الصوماليين. وطبقا للمراقبين فإن الصومال يتحول نحو الأمن والاستقرار تدريجيا، استقرار من شأنه بناء توافق في الآراء بشأن إدارة سياسية شاملة وذات قاعدة عريضة في الصومال. لبرنامج الألوان السبع رامي عبد العال، إسطنبول.